في مدن خاوية على عروشها تبدو الرياضة آخر هم الناس. وضع طبع سنوات عجاف مر بها المشهد الرياضي السوري المنقسم بين عرض لعضلات نظام الأسد المزيف لصورته عبر الرياضة، وبين سباحة للمحرومين في برك القصف المدمر، فيما يحاول سوري الشتات إنقاذ سمعة وطنهم المتلاشي من براثن الحرب والغطرسة. في أتون الحرب كان سلوان السوريين في منتخب كرة القدم، فريق كان قاب قوسين من صنع الحدث والمشاركة في مونديال روسيا. فشل المنتخب في مهمة العبور، لكنه نجح في توحيد سوريين يؤمنون بقدرة الرياضة على مد جسور السلام. ومن رحم الأزمة برز اسم عمر خريبين الفائز بلقب أفضل لاعب كرة قدم في آسيا، ما أعاد أمل رفع راية الرياضة السورية في المحافل الدولية. لكن توحش نظام الأسد يحول دون ذلك، ليلجأ رياضيون سوريون إلى المشاركة في أولمبياد ريو 2016 تحت راية الألعاب الأولمبية، في حين ينعم رياضيون روس بوقت ترفيهي مع جنود قاعدة جوية روسية مشيدة على أرض سوريا لتقصف شعبها دون تمييز بين مسلح ومدني. أجندة مغالطات تنتهجها هياكل الرياضة التابعة لنظام الأسد في وقت تكافح فيه هياكل المعارضة للإبقاء على نافذة أمل للسوريين من خلال الرياضة رغم غياب الإمكانيات. وضع دفع رياضيين لمواصلة التشبث بالحلم خارج ديارهم المنكوبة، مثل هؤلاء الفتيات المتدربات على سكواتش في الأردن بمساعدة منظمة ريكليم شايلدهود الأمريكية، أو العشرات من لاعبي كرة القدم المهاجرين إلى العراق، أو هذه السباحة الشابة التي عبرت البحر هاربة في أحد قوارب الموت لتعيش انطلاقا من بلد اللجوء ألمانيا حلمها الأولمبي في ريو دي جانيرو البرازيلية. كان الناس لا يعرفون السباحة، أجبرت على مساعدتهم، كرهت البحر بعدها، لكن الآن أنظر إلى ما حدث كتجربة قاسية. رياضة سوريا المقهورة منذ اندلاع الحرب وربما قبلها تعيش أسوأ سنواتها، سنوات أعادتها إلى جاهلية رياضات وهم الخلافة، وحرمان يطال جيل الحاضر الذي أجبر على رفع الشعلة الأولمبية في مخيم لاجئين يوناني بدلاً عن شوارع دمشق، كما يطال جيل مستقبل مكفهر بدخان البراميل المتفجرة سيكون مضطراً للملمة أشلاء الوطن وإعادة بناء مشهد رياضي سوري مشرق بعد ظلمات نفق طال مداه. حاتم بوسالمي، اليوم على الحرة.